سعيدة جدا وفخورة جدا ان انا بشوف النهاردة عمل فني متكامل، عمل فني وطني، عمل فني بيجمع الوطن العربي كله. ما اروع الفن وما اروع الفنانين في الوطن العربي، وما اروع الفجيرة اللي بتجمع كل النجوم العرب النهاردة في أوبريت مهم، وما أروعك يا أنغام النهاردة بالصوت الجميل وصورة مشرفة لمصر، كنت سفيرة فعلا في وسط الكوكبة العربية. ميرسي يا بوسي. أنا طبعا بتشرف النهاردة أن أنا بشارك زملائي الفنانين الكبار، أستاذ لطفي بوشناق وأستاذ حسين الجسمي، وموجودة في الفجيرة بنحتفل بمهرجان الثقافي الرائع. الحقيقة أنا بتمنى يكون في كل بلد عربي، في كل مكان في الوطن العربي، مهرجان وثقافة وإحياء للفن وثقافة زي الفجيرة، لأنها حقيقي يعني حتى يعني مش بس الأغاني اللي غنيناها، حتى الرقصات كلها من كذا بلد، البلد كلها فيها فن، فيها اهتمام بالثقافة والفنون. فالحقيقة حاجة يعني روح حلوة جدا في الفجيرة، نتمنى نشوفها في كل الوطن العربي دايما. يعني شيء جميل ان احنا نشوف نجوم الوطن العربي كلهم زي الحلم العربي وزي النهارده بيجتمعوا في اوبريت مهم. هل انت شايفه ان ده شيء ضروري ان يبقى في منه كتير في كل المهرجانات؟ طبعا نتمنى ان ده يكون موجود في كل الوطن العربي.